لبنان واحد 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 شعب لبنان واحد لانه قلبي امتلى خلص. هذا المنظر ما في مثله. قد ايه زعجك المنظر الماضي؟ كثير، كنت حفل. ليه عم تبكي؟ كثير محمس اليوم. ايه لا تقولي شو؟ انت عم تهتفي شعارات، شو بدك تقولي؟ بدي اقول انه كلنا وحده وطنيه. ليه؟ ليه؟ لانه كلنا اهل. اجرك ليه هيك صايره؟ من ورا شو اجرك؟ والله حادث موتسيكو صراحة من خمس ايام. من نهار نهار الحادث؟ نهار الحادث. هلا شو تعلمنا من اللي صار من خمس ايام؟ من خمس ايام تعلمنا تكون ايد واحدة ونحن كشعب واحد ندفن الفتن بارضه. شو بها اجريك؟ كسرت كاحلي بالثورة. شو حكيتوا بتعرفيه؟ هلا تعرفنا على بعض. شو قلتوا لبعض؟ حكينا وفتنا باحاديث وبعد شي نص ساعة تسألنا اسم بعض. هاي الوحدة الوطنية. هيدا اللي عم تعمل الثورة. تعلمنا من التجارب. تعلمنا من التجارب. بعد دكتور ورا خليه. بدنا ردة لجر. سكروا الطريق نروح عليكم. نحن ما نحن قلوبنا مفتوح. طريت علي. نحن قلوبنا مفتوح عليكم. شكرا. انت من الشباب اللي عم سكروا الطريق اللي عم نروح. بس لازم نصلحها يعني. هلا شو بتقول اليوم؟ خلص. مبسوط ولا مش مبسوط؟ شو بدك تقول؟ بالنسبه لي ظلموا البلد وخلص. بدي اقول انه صار وقت نحب كلياتنا بعضنا، لانه نحن عنا وان كوز، كلياتنا نحن موجودين هون على الطرقات، نحن بدنا لبنان واحد. صحيح. وخلص لازم نضلنا نحب بعضنا كلنا. تعلمنا ان شاء الله.
كلنا دم واحد خلاص وكلنا ضد العدو الصالح. تشرب قهوه؟ عملي لها هيك الفنجان، عملي لها هيك الفنجان. قد ايه مبسوطه؟ كثير بس مش قد هيدي. انا مبسوطه بخندق انغامي. شو بدك تقولي اليوم وشو بيعني لك هالمشوار اذا بدك؟ هيدا لبنان، هيدا لبنان. وما تنسوا انه بكل بيت في ام وكل ام ملكه، والامهات اللي رح يسعوا يعملوا هالوحده، ولبنان رح يكون مثل ما بدنا اياه. برايك تعلمنا؟ تعلمنا؟ ايه اكيد تعلمنا، احلى شعور. نحن ان شاء الله بكون ايد وحده والله لا يفرقنا عن بعض ان شاء الله. برايك تعلمنا من التجارب؟ طبعا تعلمنا من التجارب. مدام أنا بدي أقول لأم أحمد، أنا شو قلت لها؟ أنا بدي أقول لأم أحمد وللكل، هيدا أحلى شعور بهاللحظة، حرمونا منه كل سنين، بعدونا على بعض، ونحن شعب واحد وأهل واحد وبيت واحد، ورح نرجع ورح يعني ما في خط رجعة. طبعاً كنا ما في خط رجعة، نحن ما بدنا حرب وما بدنا سياسة، بدنا نكون شعب واحد. تفاني ما نكون تعلمنا وبترجع الحرب الأهلية شيء؟ مش رح ترجع لأنه مش رح نسمح لها، نحن الأكترية. نحن إيد وحدة ما بترجع. نحن الأكترية. جيل الحرب ممنوع أولادنا يفوتوا بالحرب. نحن تقنا الحرب ممنوع هن يدوقوها. شو ما كان يعني أكثر ما إنه ننيم ونحط له منوم بالبيت وننيمون بننيمون، ممنوع ينزلوا ويعملوا حرب. هيدا بالنسبة لنا. حجي عم تزيد رز، قالوا لها يا حجي كيلو الرز ب 4000 على الخارب بينخصلوا لزوارنا. حلو كثير. ما بدنا حدا يموت كرامة حدا، ما بدنا حدا يموت كرامة زعيم. أكبر أهل اللي بيموت كرامة زعيم. بدي أقول للطائفية المناطق كلها للبناني، اللبناني حر يتفتل بأي شبر بالأرض اللبنانية. بقول للأمهات يعطيهم العافية وكلنا أمهات كل الأولاد والشباب. شو عم تعمل هون لي؟ إيه؟ شو عم تعمل هون؟ عم نشوف شو الوضع وعم نشوف المصالحة. شو بدك تقولي؟ لازم نضلنا هيك على طول، هيك لازم مفتوحين على بعضنا، مش متعصبين ومش بنفكر بمشاكل وبنفكر دايما بوزيتيف، عن جد بوزيتيف. كنتوا بالزيارة على الخندق الغامق كنتوا خفانين؟ ابدا بالعكس. ليه هيدا واحد بس التقينا، بس هيدي هي. شو كان شعورك هن عم بكبوا عليكم رز من فوق؟ بعقد يعني هن كانوا بدهم ينزلوا بس مش قادرين ينزلوا، يمكن لانه فجأناهم هن فوق فكبوا علينا رز. كانت عن جد شغلة كثير حلوة. برايك تعلمنا من التجارب؟ إذا ما تعلمنا يعني عن جد مش تعلمنا خلاص، ما بقى نرجع لورا ولا مخي عم بيقتل حاله بحاله. خلينا اياك يا حجة. حجة قد ايه مبسوطة وشو بدك تقولي اليوم؟ مبسوطة كثير فيكم، مبسوطة كثير، ما تصدق قد ايه مبسوطة. برأيك تعلمنا من التجارب الماضية؟ ايه والله، علينا حروب، إن شاء الله ما بيعيدوا، إن شاء الله ما في عاد. كلنا إيد وحدة، كلنا شعب واحد، حبايبنا حبيبة قلبي. شو بتقولي للشبيبة اللي كانوا علقانين ببعضهم هداك النهار؟ لا هيدا غلط. غلط؟ هيدا غلط هوني، لازم يكونوا إخوة. صح. أهلا وسهلا فيكم. شو كنت عم تقول للنساء هلا؟ عم بقول لهم أهلا وسهلا فيكم بمنطقتهم، مرتي جاي ما بنقبلها هيك إلا على فنجان قهوة. إن شاء الله دايما. ما بدنا طائفية، ما بدنا طائفية. وطنية.